هو مفخرة الجزائر ومن الأدمغة التي تتصدر قوائم العلماء بأمريكا. عالم الفيزياء والباحث بوكالة النازا نوردين مليكشي الذي نزل ضيفا على الأيام الطبية بالعلمة كان له الفضل في اختراع جهاز للتصوير على سطح المريخ أين يجري البحث عن الحياة. نحوس نفهمه يعني مش ولا كانت حياة في القبل في المريخ ولا الحياة يعني تكون ممكنة في الحياة في المريخ، وباش نعرفوا الحياة تكون ممكنة في المريخ ولا لا لازم واحد يدير البحوث ودي ريشيرش ونخدموا مع دي زيكيب بلوريديسيبلينير باش نفهموا ثاني ولا سي لا بلانيت اللي ابيتابل، سي لا بلانيت مارس اللي ابيتابل ماشي جوست ابيتي مي ابيتابل، صادير اسكو ينجم واحد ينجم يكون يعيش فيها ولا يدير فيها حوايج في المستقبل. وكالة نازا لا زالت تستقبل من المريخ الصور التي يلتقطها الجهاز الذي صممه نوردين. اكتشاف الماء على سطح هذا الكوكب يقول مليكشي إنه أمر عظيم في مسيرة البحث عن الحياة بعيدا عن الأرض. حاجة من المحا يعني كاين الماء، كاين كنا نحوسوا على الماء، كاين الماء ثم في المريخ والماء هذا يعني يعاون بزاف باش يعاوننا باش نديروا حوايج اخرين في المستقبل القريب ان شاء الله. من غير الماء كاين حوايج بزاف ولكن واعرين واحد باش يفهمهم هكذا في دقيقه ولا في الاخر، ولكن الماء حاجه كبيره ماشي حاجه صغيره باسكو كي ما كاينش الماء ما كاينش الحياه، دونك هذه حاجه كبيره بزاف وحاجه اللي ماشي غير وكاين حوايج نفهموا يعني كيف المريخ ولا كيف لي غادياسيون ولا كيفاش ما هي لا تمبيراتور الرياح الانفيرونمون تاع المريخ اكسترا هذوك كاينين كاين بزاف حوايج. 14 اختراع واكثر من 100 بحث معتمد وجوائز عالميه عينه حاكم ولايه دلاوير بامريكا سفيرا رمزيا لدى كوكب المريخ، سفيرا نساله عن تاشيره المريخ. فيزا المريخ ده سهل 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 بعثوا باكور تاعكم هذا ما كان سهل، فيزا المريخ سهل اللي حاب يروح مع ربيعه. مليكشي ولد ببلديه ثنيه بينها وبين كوكب المريخ مسافة تقدر ب 375 مليون كيلومتر، اختزلها هذا الرجل باختراع لم يسبقه إليه أحد من العالمين. هو جزائري يريد فتح المريخ.